بكم مشاهدين الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير. وبداية يسر مكتب نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم باسم التهاني والتبريك لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده 27. دعينا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه وهو يتمتع بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على طريق الخير خطاه في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين. والبداية مع العناوين. الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم السلام للشرق برعاية البطريرك فؤاد طوال، تخريج الفوج الأول من سفراء الأمل. 90 عاماً على تدشين كنيسة أم الكنائس لروم الملكين الكاثوليك في الويبدي. كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في مدينة السلط ضمن حلقات كنيستي. وفيها أيضاً قلب يسوع الأقدس نبع الرحمة الإلهية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم المتواجدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث جاء في مقابلته: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى والمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا على بولس الرسول الحقيقي في إطار تعليمه في الرسالة لأهل غلاطيا. قال: شعر بولس بأنه ملزم بتذكير أهل غلاطيا بأنه رسول حقيقي، وذلك ليس بسبب استحقاقه بل بسبب دعوة الله له، لأنه قبل ذلك كان مضطهداً للكنيسة وفريسياً غيوراً ومدافعاً عن تقاليد الآباء ومؤيداً قوياً للشريعة، بل كان مجدفاً مضطهداً عنيفاً، ومن ناحية أخرى بيّن رحمة الله تجاهه الأمر الذي قاده إلى الارتداد. فمن مضطهد للمسيحيين دعي ليكون رسولاً ليعلن إنجيل يسوع المسيح. كان بولس مليئاً بالدهشة والامتنان لأنه لم يتوقع أن يصبح رسولاً للمسيح ومبشراً به بين الوثنيين. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلاً: إن طرق الله غامضة لا تستقصى، كما يقول القديس بولس نفسه، ونحن نلمس ذلك كل يوم لمس اليد، لا سيما إذا عدنا إلى اللحظات التي دعانا فيها الله. يجب ألا ننسى أبدا الوقت والطريقة التي دخل بها الله حياتنا. يجب أن نحفظ دائما في قلبنا وفي ذهننا لقاءنا مع النعمة عندما غير الله حياتنا. الله يدعو كل واحد منا حتى لو كان خاطئا وضعيفا، وليس في حياتنا شيء يحدث صدفة، بل كل شيء جزء من خطة الله الخلاصية. علينا أن نعلم ذلك فنحمل رسالتنا، عالمين أن الله هو الذي يرسلنا ويؤيدنا بنعمته التي تغير حياتنا وتجعلها حياة تستحق أن نعيشها في خدمة الإنجيل. تماشياً مع دعوة قداسة البابا فرانسيس واستجابة للمبادرة التي أطلقها مجلس أساقفة الشرق الأوسط،
ترأس غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسبالا بطريرك القدس اللاتين في مدينة الناصرة قداس يوم الصلاة من أجل السلام للشرق وتكريس أيقونة العائلة المقدسة. وشارك في القداس عدد من المطارنة والأباء الكهنة والرهبان والراهبات. وخلال القداس الذي تم فيه مباركة أيقونة العائلة المقدسة قدم المطران يوسف متى مطران عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل للروم الملكيين الكاثوليك عظة القداس والتي بين فيها أن رسالة السلام التي حملتها مريم العذراء كانت أول خطوة سلامية بين الله والإنسان مشيرا إلى أن السلام الحقيقي هو ركن مهم في الشريعة الجديدة وهو نتيجة المحبة وثمرة العدالة. في ذات الصيام ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قداساً احتفالياً على نية السلام في الشرق وتكريس أيقونة العائلة المقدسة وذلك في كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان بمعاونة الأب أنطوني هريمات راعي الكنيسة وحضور السفير البابوي في الأردن المونسنيور ماورو لالي وجمع من المؤمنين. وفي عظة القداس أكد المطران الشوملي أن الكنيسة حريصة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الأراضي المقدسة والعالم وهي تدعو دائماً إلى احترام الإنسان وتأمين حقوقه على كل الصعد. يسوع يتكلم عن سكن الثالوث فينا من خلال هذه الآية من إنجيل يوحنا إن أحبني أحد يقول يسوع حفظ كلامي وأبي يحبه وإليه نأتي وعنده نجعل مقامنا نجعل مقامنا يعني يسكن فينا يعني إحنا صرنا بالنسبة للثالوث السماء على الأرض هو حول أرضنا إلى سماء ومن أنا حتى يجعل الله الله الذي لا تسعه السماوات والأرض من أنا حتى يجعل الله مني مسكنا له رغم ضعفي وخطيئتي. إخوتي وأخواتي في هذا اليوم نسجد للثالوث ونشكر له نعمه هذا الثالوث الذي يسكن فينا وفي كل قداس يحيينا الكاهن هذه التحية الثالوثية التي سمعناها في القراءة اليوم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم دائما. وننهي بكلمات الليتورجية التي بدأنا بها لله الآب الذي منه كل شيء وللابن الذي به كل شيء وللروح القدس الذي فيه كل شيء المجد والحمد أبد الدهور آمين. تحت رعاية البطريرك فؤاد طوال جرى تخريج الفوج الأول من سفراء الأمل بعد تلقيهم دورة في التوعية من خطر الاتجار بالبشر والعمل على الحد من انتشار هذه الظاهرة السلبية المتفشية في عالمنا. وقد نظم هذه الدورة اتحاد الرهبانيات في الأردن بالتعاون مع مبادرة ينابيع الأمل وبمباركة من مؤسسة تاليتا كوم في روما وكانت قد شاركت في ورشات العمل وبرامج التوعية وبتنسيق مع الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن 12 مدرسة من مدارس البطريركية اللاتينية وبتعاون مع الأخوات الراهبات وإدارات مدرسية وبإشراف مختصين علمانيين. وتجسدت الأنشطة برسومات ومقالات ومسرحيات وفقرات ثقافية متنوعة. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس وذلك نظراً لمكانته وأهميته التاريخية باعتباره تراثاً عالمياً. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذه الأراضي بما يعزز أهميتها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية العالمية وبما يسهم في رفد السياحة الدينية في المملكة ودعم المجتمعات المحلية وتمكينها وتوفير فرص عمل لأبنائها. وبموجب ذلك سيتم إنشاء مؤسسة خيرية غير ربحية تعنى بتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس. بمناسبة مرور 90 عاماً على تدشين كنيسة أم الكنائس للروم الملكيين الكاثوليك في الويبدة أقيم قداس احتفالي ترأسه المطران ياسر عياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس بمشاركة الأب نبيل الحداد راعي الكنيسة
وحضور عدد من الوزراء والنواب ورجال دين إسلامي ولفيف من الآباء الكهنة. احتفلت أم الكنائس للروم الملكيين الكاثوليك في عمان بالذكرى 90 لتشييدها، وجاءت هذه المناسبة ضمن احتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية بحضور وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا للاحتفالية علي العايد ونائب رئيس مجلس النواب هيثم زيادين ووزير البيئة نبيل مصاروة والنواب هاي العياش وعمر النبر ومجد اليعقوب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي سماحة الدكتور حمدي مراد والدكتور الشيخ عايد جبور وأمين عام حزب الوطن الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي ومدير عام كاريتاس الأردن وائل سليمان والسيد ثابت الور والدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب الإقليمي لفضائيات نورسات في الأردن وأعضاء جمعية الروم الكاثوليك الخيرية ولجنة الحوار والمتابعة ولفيف من المدعوين. واشتمل الاحتفال على قداس ديني ترأسه النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس المطران ياسر العياش بمشاركة الأب نبيل حداد ولفيف من الكهنة وحضور عدد من وجهاء وأبناء الكنيسة الملكية الكاثوليكية. وفي عظته قال الأب نبيل حداد: يأتي احتفالنا بتسعينية أم الكنائس التي شيدت في عام 1931 بجوار كاتدرائية فيلادلفيا التي يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي على سفح جبل الويبد المطل على صحن عمان مدينة الحب الأخوي. نحن اليوم نحتفل بتسعينية هذه الكنيسة والتي تعانق مئوية المملكة الأردنية الهاشمية. هذه الكنيسة تعلمنا الحب، أن نحب الله وأن نحب أخانا القريب، والقريب الأعز على قلوبنا جميعا هو هذا الوطن. نحن تعلمنا أن نقف في هياكلنا، في مذابحنا، في كنائسنا، أن نقف وأن نصلي من أجل سلام العالم أجمع ومن أجل ثبات كنائس الله. هذه الكنيسة بنيت في عام 1921 وهي اليوم يتجدد كالنسر شبابها. هي شاهدة على حضور مسيحي، شاهدة على رسالة حملتها كما أساقفتها من الرسل، من القديسين شفيعي هذه الكنيسة الرسولين بطرس وبولس. نحن سعداء أن نحتفل، سعداء بتسعينيتنا وسعداء بمئويتنا. الأردنيون المسيحيون ولدوا أردنيين ومعموديتهم تعلمهم وتشجعهم وتأمرهم بأن يحبوا القريب، أن يحبوا الوطن وأن يحبوا بعضهم بعضا أولا وآخرا. بشفاعة القديسين الرسولين بطرس وبولس وبصلوات القديسين وأمنا مريم البتول نصلي إلى الرب الإله أن يحمي هذه الكنيسة، أن يحمي هذا البيت المبارك المقدس، أن يحمي وطننا وجلالة قائدنا ويحمي كل شعبنا، إنه السميع المجيب، أمين. وبهذه المناسبة حي الأب حداد القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب رسالة عمان، كما رفع الدعاء من أجل جلالته وولي عهده الأمين ومن أجل جميع مساعديه وحكومته وجيشه، كما هنأ سمو ولي العهد المحبوب بمناسبة عيد ميلاده الميمون 27، وقدم الشكر كذلك لفضائية نورسات على دورها الإعلامي في تغطية المناسبات الدينية والوطنية ولجوقة الترنيم بقيادة الدكتور حسام حداد وأسامة جبور، كما شكر فرقة الكشافة بقيادة طارق مسلم وحسن الور. وفي كلمته في الاحتفال قال وزير الثقافة علي العايد: يا سيدي، هو هذا هو الأردن. الأردن اليوم احنا احتفالات كبيرة لمئوية الدولة والدخول في المئة والثانية،
واليوم هذه الكنيسة جزء من تاريخنا وجزء من تاريخنا الأخوي اللي اليوم الحمد لله احتفلنا بتسعين عام على تأسيس هذه الكنيسة. أنا مبسوط كثير اليوم أكون بهالاحتفال، شكرا لأبونا نبير خور الرعية اللي عزمني. أنا نائب بطريركي الروم الكاثوليك في القدس، بس عزمني لأنه أنا أول من خدمت هون بهالكنيسة، خدمت فترة طويلة وحبيت أهلها وحبيت المنطقة كلها وخدمتهم بكل محبة، وما زلت لغاية اليوم بحبهم من كل قلبي وبخدمهم من كل قلبي، وين ما وجدت لا يمكن أنساهم. يمكن هاي بتجسد فينا اليوم إنه هالكنيسة قديمة من أوائل بهالأبرشية، بتجسد فينا حبنا لإيماننا، إعلان إيماننا اللي منعيشه كل يوم بحياتنا اليومية، حبنا لبلدنا الأردن، حبنا لشعبنا اللي إحنا منفتخر فيه ومنحبه من كل قلبنا. أنا ابن الأردن وبظلني ابن الأردن ورح ظلني ابن الأردن. شكراً للنور سات اللي بترافقنا دائماً باستمرار، سواء كان هون سواء كان بالقدس الأراضي المقدسة، بتحمل الرسالة، بتحمل رسالة رائعة جداً، هي بتكرز أيضاً بكلمة يسوع، وبالتالي هاي أجمل كراز اليوم، بتسمعنا كلمة يسوع، بتفرجينا يسوع معاش بين المؤمنين. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير، بتمنى لكم كل التوفيق وعيد مبارك لكل اللي بيحملوا اسم مار بطرس وبولس، ولكل كنايس وين ما كانت والرعاية، ولكل الكهنة اللي بيحملوا اسم مار بطرس وبولس، وإن شاء الله يسوع المسيح دائما بيغمرهم بنعمته ويذكروا دائما يسوع معهم، عمانوئيل تكفيك نعمتي. وبعد القداس توجه الحضور إلى باحة مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار لحضور حفل استقبال دعت إليه هيئة مركز التعايش الديني. سيدنا احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بأحد جميع القديسين، والذي يقع ليتورجيا في الأحد الذي يلي عيد العنصرة المجيدة. وفي كلمة روحية للأرشمندريت كريستوفورس حداد قال فيها: إن القديسين هم ثمرة عمل الروح القدس، وهذا العمل لا يقتصر عليهم فقط، وإنما هو متاح لجميع المؤمنين الذين يتلقون هذه النعم خلال عيش وممارسة الأسرار الإلهية المقدسة. وترأس الأرشمندريت حداد خدمة القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجمع من المؤمنين. نحن اليوم يا أحبة بحاجة لشيء واحد، بحاجة لقديسين. نحن بس نحتاج لقديسين، نحتاج إنه نعيش حياة التوبة، ويا ويلو اللي منه قادر يعيش مع ربنا، يا ويلو اللي منه بيسعى لخلاص نفسه في هالحياة، لأنه بيكون حياته كلها باطلة وملكوت السماوات بعيد عنه، لأنه ملكوت السماوات يختصم في المحبة والتوبة. اللس سرق الملكوت من فم المسيح، ولكن سرقه في محبته، في توبته، في طاعته، في إيمانه، لأنه عرف من على الصليب إنه هيدا هو الإله الحقيقي اللي أنا ما كنت قادر أكون معه. نحن بحاجة نكون لصوص للمحبة، نحن نسعى لحتى نعيش حياة المحبة. حياة المحبة رح بتعلمنا كيف نكون أناس نسعى إلى التوبة. أقامت الجامعة الأمريكية في مادبا حفل استقبال للأستاذ الدكتور مأمون عكروش رئيس الجامعة الجديد، والذي تم تعيينه مؤخرا بقرار من مجلس التعليم العالي، حيث أعرب موظفو الجامعة عن ترحيبهم بالدكتور عكروش متمنين له النجاح والتوفيق في فترة رئاسته القادمة. ومن جهته رحب رئيس الجامعة بجميع الكوادر الأكاديمية والإدارية وجميع العاملين في الجامعة، داعين الجميع للعمل بروح الفريق الواحد للاستمرار بمسيرة الجامعة وتحقيق رسالتها
بتخريج أجيال مسلحة بالعلم وبأحدث الوسائل التقنية والتدريبية على مستوى العالم، لافتاً إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي بكافة الوسائل والإمكانات المتاحة. أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس العودة إلى الدراسة الوجاهية في كافة المدارس والجامعات في العام الدراسي المقبل، والذي سيبدأ في 12 من شهر أيلول لهذا العام، لافتاً إلى أن برنامج تعويض الفاقد التعليمي لجميع الطلبة سيبدأ في 15 من شهر آب القادم. وقال الوزير: واجهنا في الفترة الماضية تحديات بشأن الفاقد التعليمي والآثار النفسية والاجتماعية للطلبة وارتفاع معدلات التسرب، وبالتالي يجب أن نعود للتعليم الوجاهي. بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس أقيم قداس احتفالي في كنيسة السلزيان في بيت لحم، وقد أما الكنيسة عدد كبير من المؤمنين الذين انطلقوا في مسيرة حاشدة جابوا خلالها شوارع البلدة القديمة محتفلين ومرنمين أجمل الترانيم على أنغام وموسيقى عزفتها مجموعة كشافة السلزيان. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ترأس المطران بولس مرقدس النائب البطريركي للاتين القداس الاحتفالي بعيد قلب يسوع الأقدس في كنيسة السلزيان في بيت لحم، وتبعه الدورة التقليدية المعتادة سنوياً في الطرقات القديمة في المدينة. شارك في الذبيحة الإلهية لفيف من كهنة البطركية اللاتينية والأباء السالزيان والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي والراهبات والمؤسسات المحلية وممثلي المؤسسات والجمعيات ورواد الحركة الكشفية وقادة المجموعات الكشفية وعدد كبير من المؤمنين من أبناء رعية بيت لحم والمناطق المجاورة. وبعد الانتهاء من القداس الاحتفالي ابتدأت المسيرة الحاشدة التي نظمت من الأباء السلزيان ومجموعة دون بوسكو من كنيسة قلب يسوع الأقدس مروراً بأحياء المدينة، حيث تباركت البيوت والطرقات والمحلات التجارية التي زينت بالورود وأغصان الشجر، تباركت بجسد المسيح الذي حمل تحت المظلة طيلة المسيرة، وعلى وقع أجراس الكنائس التي قرعت والصلوات والتراتيل والعزف على الآلات النحاسية من قبل الكشافة، حتى وصول المسيرة لكنيسة سانتا كاترينا حيث صلاة الزياح بمشاركة جميع المؤمنين. ثم واصلت المسيرة بعد الصلاة على القربان المقدس لتعود أدراجها إلى كنيسة السلزيان وأخذ البركة الختامية من قبل المطران مرقدس، وبعدها أقيم حفل استقبال وتقديم التهاني للأباء السلزيان في قاعة الدير. ففي هذا العيد المقدس وهو تكريم جسد الرب ومحبته والإعلان إن الله معنا من خلال حبنا وارتباطنا بالإله الحاضر وسطنا بسر القربان المقدس. لنورسات مارلين الحدوى من كنيسة قلب يسوع بيت لحم. تعتبر كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في السلط من الكنائس العريقة في تلك المدينة، وقد تم اختياره هذا الأسبوع لتكون ضمن سلسلة حلقات كنيستي بعد أن أنهى راعيها الأب الأرشمندريت حكمة حد دين خدمته الكهنوتية فيها لبلوغه السن القانونية للتقاعد. نورسات زارت الكنيسة في وقت سابق وأعدت التقرير التالي. تؤكد السجلات الرسمية ودراسات الباحثين أن المسيحيين في مدينة السلط كانوا يشكلون بعددهم في مطلع القرن العشرين
أكثر من 20% من إجمالي سكان المدينة، ولأجل ذلك انتشرت في السلط الواقعة غرب العاصمة عمان العديد من الكنائس القديمة والحديثة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. جولتنا هذا الأسبوع من سلسلة حلقات كنيسة كانت في السلط، وتحديداً في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك التي شيدت ببركة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ديمتريوس الأول عام 1922. تتألف الكنيسة والتي تبلغ مساحتها ما يقارب 1000 متر من طابقين، الطابق الأول كان يحوي على مدرسة للأطفال، والطابق الثاني الكنيسة وقاعة لخدمة الرعية. راعي الكنيسة الأب حكمة حدادين تحدث لنورسات عن رحلة قدوم الأب إلياس سيور إلى هذه المدينة، وقصة استجابته لدعوة عشائرها المسيحية في إنشاء كنيسة لرعايا الروم الكاثوليك لإقامة صلواتهم وقداديسهم فيها. بدأت إرسالية كنيسة الروم الكاثوليك من السلط، بدأت على زمن الأب إلياس سيور سنة 1906. جاء الأب إلياس سيور هنا طلبا واستجابة لطلبات العشائر الموجودة بالسلط، منها الدقم، الحواتمة، أبو خضر، الدبابنة، وسائر العشائر. جاء الأب سيور من القدس وجاء وحل ضيفا عند بعض العشائر. طبعا كان قدومه ليس في هذه الكنيسة بل بالعلالي فوق، وراح نشوف بعشائر دقومة وخصوصا أبو خضر كانت الأرض موجودة، و جاء على الطلب واجتمع مع عشائر السلط. ساعة إذن طلبوا منه أن يأسس كنيسة الروم الكاثوليك هنا بالسلط. بدأ يأتي من وقت لوقت ويقدس للعشائر في بيوت شعر، وكان حقيقة الخوري أبو إلياس سيور هو من زعلة لبناني ذو صوت جميل وغيور وله رسالة ممتازة. كما سرد الأب حكمة حدادين قصة شراء أرض كنيسة سيدة البشارة الواقعة في شارع الميدان وسط المدينة عام 1916، حين تنادت العشائر المسيحية في ذلك العام لجمع التبرعات لبناء الكنيسة الأولى لرعايا الروم الكاثوليك في الأردن، وقد شارك في عملية البناء أهالي السلط من مسلمين ومسيحيين، واستمر العمل بإنشائها حتى عام 1932، حيث جرى احتفال ديني وشعبي كبيرين عند الافتتاح. في تعاليمك المضيئة أنت سيئة.
سراج طريق وبأسرارك النفيس ضحنا يا يسوع الرقيق. فعلا هذه الكنيسة اشتراها أولا كانت أرض وكانت بيت على قنطرتين، اشتراها سنة 1916. بعدين طلب من المحسنين ومن أهالي البلد الصلب أن يساعدوه لبناء هذه الكنيسة، وكان حقيقة المتبرعين كثر من أهل البلد ومن الخارج، فبدأوا في بناء زي ما حكيت لكم في البيت في بناء بعدين الكنيسة. الكنيسة بنيت سنة 1932. أما المدارس تحت أول طابق بنيا على زمن البيت 1916، وهي أول مدرسة للروم الكاثوليك هنا في السلط. وأشار راعي الكنيسة الأب حدادين إلى أن الرعية تأسست رسميا في المدينة عام 1907 حسب مذكرات الأب سيور مؤسس كنيسة سيدة البشارة، لافتا إلى أن رعية الكنيسة تتشكل من عدة عشائر مسيحية في المنطقة. نأتي إلى رعية الروم الكاثوليك بالسلط. الحلو فيها إن فيها عدة عشائر، منهم الدبابني، منهم أبو خضر، منهم شعبان، ومنهم حداد، ومنهم بعد ناس بن أبو فلسطينيين موجودين الآن. والحلو فيها الكنيسة منوعة. طبعا أخذت تنمو شوي شوي وعملوا مدرسة، والكنيسة الآن هذه فيها تعاقب عليها كهنة كثيرون. وختم الأب حدادين حديثه لنور سات معرفا بكافة الأيقونات التي تتزين بها جدران كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في السلط، فقال: أقدم الأيقونات وهي أيقونات مرسومة. هذه الأيقونات جلبها أبونا الياس سيور، جابها من القدس، وهو أيقونات مرسومة رسم وليس صور، وعليها الخشب قديم جدا على صور. بعدين عملنا لها شوية ترميم مشان نحافظ عليها. أنا عملت هنا الأيقونة أولا حياة يسوع المسيح، المراحل الكبيرة من البشارة للميلاد، بعدين عندنا العشاء الأخير، بعدين عندنا الصلب، القيامة، الصعود، والروح القدس. حلو الروح القدس. الأيقونات في أعلى الكنيسة بتبين القديسات والقديسون. حطيت 12 رسول، القديسة هيلانيا وقسطنطين، والقديسة بربارة، والقديسة تقلا. تقريبا صار الكنيستي هنا تحتوي الإيقونات المهمة في حياة يسوع المسيح. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. في كنيسة شهداء الأردن للاتين بمرج الحمام،
احتفلت الرعية بمنح سري المناولة الأولى والتثبيت لعدد من أطفال الرعية. جاء ذلك خلال قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، بمعاونة الأب أشرف النمري راعي الكنيسة، وحضور الأب بشير بدر كاهن رعية اللاتين في نعور وجمع من المؤمنين. وفي عظة القداس تحدث سيادة المطران الشوملي عن الروح القدس ومواهبه، مركزا سيادته على التعريف بنعمة سري المناولة والتثبيت، وكيف يصبح الإنسان المسيحي قويا بهذه النعم لأجل أن يفتخر بإيمانه ويدافع عنه ويبني حياته على صخرة الإيمان. التقي بحب يصلي، بحب يجي يوم الأحد على الكنيسة، بحب يتناول يعترف. التقي بيصلي في البيت، بيصلي قبل الأكل يشكر الله على الأكل. التقي أول ما يقوم من النوم قبل ما يشرب قهوة بذكر اسم الله، بشكر الله على ليلة مريحة. التقوى موهبة مهمة، من خلال التقوى نحن نتذوق الصلاة، يعني منحب نصلي، منشعر حالنا في الكنيسة في بيتنا، بيتنا الأول أو الثاني مش مهم اللقب، لكن ننبسط نيجي على الكنيسة لأنه هذا بيت الله وبيت الشعب المؤمن. أول مناولة هي الأولى، بتبعها المناولة الثانية والثالثة والرابعة، منضلنا نتناول لكل حياتنا لأنه نحن بحاجة إلى غذاء طيلة العمر. يسوع قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، أمر خذوا اشربوا هذا هو دمي. بمناسبة ختام الشهر المكرس لعبادة قلب يسوع الأقدس، قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حلقة متميزة بعنوان قلب يسوع الأقدس نبع الرحمة الإلهية. وقد استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي الأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في رميمين، والأخت الراهبة ستيفاني هلسة من راهبات الوردية في أبوظبي. فإلى هناك أبونا، هذه العبادة عبادة قلب يسوع الأقدس، لما الناس بتسمع كلمة عبادة وبتقول من وين جبتوا هاي العبادة وكيف الكنيسة أخرجت فيها ولماذا رأت أنها مهمة في حياة المؤمن المسيحي؟ تعطوها وكرسولها شهر، وكرسولها شهر زي شهر مريم. كمان المريمي أيضا، بس هو العبادة هذه للكنائس اللاتين كاثوليكية. كاثوليكية نعم. فتفضل أبونا تعطينا الزاد اليوم. الزاد على كل حال، ما أجمل أن يكون لنا مكان في قلب يسوع المحب، وما أجمل أن يكون ليسوع مكان أيضا في قلبنا اللي قابله محبة بمحبة. نعم. عبادة قلب يسوع انتشرت بعد ظهور السيد المسيح للقديسة مارغريت ألاكوك سنة 1675 في باريس. نعم. عندما قال لها مشيرا إلى قلبه: هو ذا القلب الذي أحب البشر، ولا أرى منهم من معظمهم سوى الجحود بما يبدونه من الاستخفاف بسر هذا الحب، سر القربان الأقدس. وقد جعل البابا بيوس الحادي عشر سنة 1929 عيد قلب يسوع من أعظم أعياد السنة. فيه يقوم المسيحيون بواجب التعويض نحو القلب الإلهي، وكذلك أصبحت أول جمعة من كل شهر عيدا شهريا لقلب يسوع، يقوم فيه المسيحيون بواجب التعويض نحو القلب الإلهي. في هذا اليوم سوف نتحدث عن حب يسوع القائم بين الله والإنسان في ثلاث نقاط: حب يسوع لنا، ثانيا حبنا ليسوع، ثالثا مواعيد قلب يسوع. أولا حب يسوع لنا. في العهد القديم لقد تجلت محبة الله للإنسان منذ القدم حتى قبل أن يتجسد المسيح. إن أجمل ما قيل عن محبة الله لنا ما جاء في المزمور 102: باركي يا نفسي الرب، ويا جميع ما في داخلي اسمه القدوس. هو الذي يغفر جميع آثامك ويشفي جميع أمراضك، يفتدي من الفساد حياتك ويكللك بالرحمة والرأفة، يشبع شيبتك خيرا فيتجدد كالنسر صباؤك. الرب رؤوف رحيم، طويل الأنا وكثير الرحمة، بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض عظمت رحمته على الذين يتقونه. كرأفة أب رأف الرب بالذين يتقونه، لأنه عالم بجبلتنا
وذاكر أن التراب بارك يا نفسي الرب. كذلك نقرأ في سفر أشعياء عن محبة الله لنا، قالت صهيون: قد خذلني الرب ونسيني السيد. أتنسى المرأة مرضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ ولكن لو أن هؤلاء نسينا لا أنساك أنا، هأنذا على كفي رسمتك. وكذلك نجد في نبوة هوشع: كنت أقودهم بأوثقة البشر وربط الحب، وكنت لهم كمن يرفع مرضعا إلى وجنتين. وأما في العهد الجديد فقد تجلت محبة الله لنا في المسيح، كما يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى: الله لم يشاهده أحد قط، لكن محبته ظهرت فيما بيننا لما أرسل ابنه الوحيد للعالم لنحيا به. لا أن نحن أحببنا الله، بل هو نفسه أحبنا وأرسل ابنه كفارة عن خطايانا. سيستر، نحن في موضوع عبادة قلب يسوع الأقدس، فأكيد وأنت تقومين بهذه العبادة طبعا، وخاصة نحن بشهر حزيران يكرس هذا الشهر لهذه العبادة، فتخبرينا ماذا تؤثر عليك تلاوة المسبحة الرحمة الإلهية؟ ماذا يعني لك الصلاة من أجل قلب يسوع الأقدس؟ بالنسبة لإلي يعني، هلا أنا كأي يعني شخص مسيحي تربى في عائلة مسيحية، ترعرعت يعني، وزي ما بقولوا رضعت عبادة قلب يسوع وحب العذراء يعني مع حليب أمي. فكنا ومن إحنا وصغار يعني تعودنا إنه نطلع نصلي، خصوصا أول جمعة من الشهر، وإنه كتير مهم يعني وجود يسوع في حياتنا. لأنه هو بحبنا اصلا يعني، هو عم بنتعامل نحن من خلال قلبه ليسوع. فهي العباده كانت يعني انا كلي واهلي، ولا نزال يعني نشكر الله من جيل لجيل موجوده هاي العباده، وبجوز كانت موروثه لحد ما. بس طبعا انا بحكم خبرتي كراهبه، صار لي تقريبا قريب 40 سنه راهبه، هاي العباده اكيد دخلت في صلب علاقه شخصيه. فأنا بالنسبة لإلي عم بتعامل مع شخص حي له قلب، يعني قديش مهم إنه الإنسان يعني أكيد ما ولا إنسان بيعيش بدون قلب. أكيد. فبالنسبة لإلي قلب يسوع هو الركيزة، هو السنتر، هو الأساس لعلاقتي بكل العالم. يعني عن طريق يسوع أنا بتعامل مع العالم عن طريق محبته. فبالنسبة لإلي طبعا يعني أثمرت هاي العلاقة بإنه أكون أنا قلب يسوع للعالم، إني أكيف يعني هو حبني، هو رحمني، هو صبور علي، هو سامحني. فأنا بدوري بسعى، أكيد لساتني بسعى يعني، سعيت لمدة طويلة ولا أزال أسعى لآخر يوم في عمري إنه أكون أنا قلب يسوع للعالم. يعني أنا أكون رحومة، أنا أكون سبب رجاء للعالم، خصوصا في هذا الوقت اللي متخبط وفيه صعوبات وفيه ضيقات وفيه يأس، أكون أنا قلبه ليسوع. أحب، أرحم، أسامح، ما أصدر أحكام. يعني يكون الواحد دائما هو علامة رجاء وأمل لهنا. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. الكنائس الكاثوليكية تحيي يوم السلام للشرق. 90 عاماً على تدشين كنيسة أم الكنائس للروم الملكيين الكاثوليك في الويبدة. وزارة التربية تعلن عن عودة التعليم الوجاهي العام الدراسي المقبل. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.